السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا، كل عام وحضراتكم بخير، وتنعاد عليكم الأيام الكريمة والفضيلة بألف خير وسلامة. النهاردة عاوز أتكلم عن موضوع الكمسري اللي صفع الأستاذ محمد رشاد اللي هو صاحب وقعة منوف، اللي ضربه قدام بنته عشان ما معهوش حق التذكرة. بس عاوز أقولك حكاية بسيطة كده خاصة بي أنا قبل ما أتكلم في موضوع الكمسري. حكاية وقعة حصلت معايا أنا بالفعل، بس ياريت فضلا وليس أمرا لو لسه حضرتك بتشوفنا الأول مرة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. عندنا في بلدنا الصغيرة في بنروح المحافظة، لما كنت زمان في المدرسة والجامعة والكلام ده كله، أيام ما كان القطر لسه شغال عندنا، فكان عندنا قطر اسمه قطر إضافية، فكنا عاملين اشتراكات في القطر. في مننا عامل اشتراكات وفي مننا مش عامل اشتراكات وبياخدوا الفلوس من وراء أهله عشان يشرب سجاير أو يصرفها أو الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده كله. فكان اللي اشتراكه خلصان بيعمل ايه؟ يومين ثلاثة قبل ما بتمضي ورق من المدرسة ومش عارف ايه وتطلع الاشتراك الجديد، فبتعمل ايه؟ بتروح تضطر تسطح، لان التذكرة وقتها كانت بربع جنيه. فكان الراجل الكمساري المحترم اللي يعني اذكره بالخير كان يطلع التسطيح ده، نظام ان هو بيطلع فوق الجرار من فوق وفوق العربيات بتاعة القطر، فيطلع ويركب فوق الجرار يقعد فوق الجرار. كانت في الطلبة بتقعد جنب المشحمة او المدخنة بتاعة القطر، كانوا ينزلوا الامصان بتاعتهم عليها كده حاجات سودة وحاجات غريبة كده. فكان الراجل يقول لي يجي عند اخر عربية اللي هي قدام القطر قدام الجرار، يقول له انزلوا وانا مش عايز منكم فلوس. بالفعل ينزلهم من على الجرار يركبهم في عربيات القطر جوه وما يدفعش فلوس. والاشتراك بتاعي كان خلص مرة، فديته الاشتراك وانا عارف انه خلصان، فقلت له معايا اشتراك. فطبعا بص في الاشتراك، قال الاشتراك خلص. قلت له والله هو خلص بس انا لسه ما جددتوش. قال لي خلاص خلص. ايه اللي حصل للكمسريه الايام دي بقى؟ ايه اللي حصل للكمسريه الايام دي؟ كل يومين ثلاثه نسمع حادثه كمسري ونطلع تطلع لنا سيده القدر. طبعا كتر خيرها ربنا يبارك لها، وست شهمه وعملت اللي ما عملهوش الرجاله وهي بتصورهم. يعني الست دي تشكر وتساب على اللي عملته. يطلع لنا كل شوية واحد يرمي نفسه من القطر عشان التذكرة، والعسكري اللي ما معهوش برضو تطلع سيدة القطار. أنا مش عارف بصراحة الكمسرية حد موصيهم يعني، مش عارف، أنا مش متخيل ومش عارف أفسر اللي بيحصل في هيئة السكك الحديدية. طبعا دي لفتة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو استقبل وأمر بحضور الأستاذ محمد رشاد اللي هو صاحب وقعة الكمسري لقطر منوف، إنه حضر الاحتفالية اللي هي كانت في استاد القاهرة الخاصة بمبادرة حياة كريمة. ودي لفتة كريمة من حضرتك سعادة الرئيس، لكن أتمنى على الله يعني وحضرتك يعني قرار حكيم ورحيم يصدر من سعادتك. وإحنا بنتكلم في حوادث تتعلق بالكمسرية بالذات ودفع الأجرة والناس اللي ما معهاش أجرة، ياريت ادوا بند، نعمل بند سلطة تقديرية للكمسري. لو شاف ان الراجل او الراكب اللي قدامه ما معهوش بالفعل فلوس او ظروفه صعبة ما فيهاش مشكلة، يديله زي ما القاضي عنده سلطة تقديرية، القانون اداله سلطة تقديرية في تقدير الحكم في النزول يعني في تخفيض العقوبة او اعفائها او حتى تبرئة المتهم حسب سلطة التقديرية القاضي، ممكن الكمسري نديله الحق. ممكن نقول نلتمس العذر شوية للكمسري انه هو بيحافظ على المال العام، لكن الحق والسلطة المخولة لسعادتك يا سعادة الكمسري الكريم ما تديكش الحق ان انت تتعدى على المواطن وتهينه قدام بنته ايا كان. هو مش حرامي عشان تضربه، حتى لو كان يتعامل معاه سعادتك بالقانون. وبعدين الست قالت لك انا هدفع له الفلوس، ايه انا عاوز ايه الفكره في اصرارك ان هو اللي لازم يدفع الفلوس؟ ايه الفكره؟ انا مدين، في حد تطوع وسدد لي الدين بتاعك؟ هو انت يعني الحكم بتاعك لازم ان هو اللي يسدد؟ طبعا ده تعسف
ملوش اي سند لواقع ولا قانون. فيعني ده تجاوز من سعادتك يا سعادة الكمساري الكريم اللي بتحافظ على المال العام والكلام ده كله على عيننا وعلى راسنا، لكن كرامة الناس يعني مش بالشكل ده. اقول الطلب عيد الطلب وزيد الطلب اللي هو الخاص بي انا، بما ان حوادث القطارات تكررت، السيد الوزير المحترم يا ريت فضلا وليس امرا تكرما من حضرتك، الناس اللي ما عندهاش حق التذكره في شتى وسائل النقل، يعني اي وسيله نقل يكون الراكب يتعرف ويتاكد الكمساري ان الراجل ده ما معهوش تذكره، نعفيه من حق التذكره، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله طالما ما عندوش. بدل الحوادث دي ما عماله تتكرر وفيديوهات بتنتشر وشكلنا كده ما بيبقاش لطيف ان احنا بنتكلم في المعامله في المرافق العامه، وان موظف او مامور ضبط قضاء ايا كان مخول ليه اي سلطه بيتعامل بهذا الشكل مع الناس اللي بتتعامل مع المرافق العامه، ده شكل لا يليق ولا يليق بمصر. وفي نهايه الفيديو مش عايز اطول بقى عليكم اكتر من كده، وان شاء الله تكون في قرارات تتعلق بوسائل النقل والمواصلات تحفظ كرامه المصري. وفضلا وليس امرا، لو لسه حضرتك بتشوفنا اول مره يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.